وللحديث أكثر حول هذا اليوم تلتحق بنا هاتفيا من الرياض أستاذة التاريخ الأستاذة دكتور مها الخشيل. دكتورة مها أهلا وسهلا بك، حياك الله معنا في هذه التغطية، وسؤالي لك مباشرة عن أهمية هذا اليوم في ربط على الأقل الأحفاد والأبناء بهذا الماضي العريق. أهلا بك وسهلا أخي الكريم، وأهلا بجميع المشاهدين، وأشكر لكم هذه الاستضافة في هذه المناسبة الغالية على قلوبنا. طبعا يوم التأسيس هو مناسبة مهمة تنطوي على إبراز العمق التاريخي لبلادنا والاعتزاز بالجهود والتضحيات التي بذلت في سبيل إنشاء هذا الكيان الكبير الذي نعيش اليوم جميعنا ولله الحمد في ظله. بالتأكيد أن الاحتفاء وإبراز هذا التاريخ أمام الأجيال الحالية طبعا هذا سيغذي الصلة بين الماضي والحاضر، ويبقى بإذن الله تعالى زادا ثريا للمستقبل. نعم. طيب دكتورة، تحدثنا عن جوانب تاريخية كثيرة، دعينا أسألك في نقطة اليوم محددة، يعني من خلال التسلسل التاريخي دكتورة، هل كانت خدمة الحرمين وضيوف الرحمن أولوية قصوى لأئمة الدولة السعودية الأولى؟ طبعا حين امتدت السيادة السعودية على الحرمين الشريفين قام الإمام سعود بن عبد العزيز الذي كان يحج سنويا بعمل خدمات عديدة في الحرمين الشريفين، منها أنه قام بكسوة الكعبة، منها أنه قام بوضع يعني سقيا ماء للحجاج، قام بتوزيع صدقات هناك، بالعناية بطلاب العلم والعلماء والقضاة، فهذه كلها أعمال تعكس الأهمية الكبيرة للحرمين الشريفين. نعم، اليوم هل باعتقادك دكتورة نستطيع القول أن الإمام محمد بن سعود هو أول حاكم عربي مسلم يرمم يعني مفهوم الدولة في الجزيرة العربية بعد دولة الخلافة الراشدة؟ طبعا إذا عرفنا أن المنطقة ظلت طوال 10 قرون لم تعرف الدولة الواحدة، فبالتأكيد أن ما قام به الإمام محمد بن سعود يعتبر مرحلة تحول فاصلة في تاريخ المنطقة، وحين تحققت الوحدة أصبحت هي الخيار الوحيد، لم يعد يعني مقبولا أن يعود التفكك والانقسام. وهذا الذي يفسر أن الدولة السعودية في كل مرة كانت تتعرض لأي يعني مهددات، يعني زي ما حصل مع الدولة السعودية الأولى، مباشرة في سنوات معدودة تنهار وتقوم، فقامت الدولة السعودية الثانية ونفس الأمر، حين انهارت الدولة السعودية الثانية ما هي سنوات بسيطة حتى قام الملك عبد العزيز واستعاد الوحدة. نعم دكتورة مها الخشيل أستاذة التاريخ، شكرا جزيلا لك دكتور.